مع السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم. ما تقولش بيه هذي عملها كيف في عينه. عم فعلا كل عيالي ضربني في عيني بش دونك بس ما لقيتش خيط ربطت زوز كلاس في بعض. يا بابا انا ولدك محمد. بابا تولدي؟ اي شو عيني شو عيني؟ اسمها؟ اسمها؟ الموضوع جاني في الكومنتريات سينو معها تعليقاتكم كومنتريتكم ايجابية ولا عمدنا بس ما خلص بيك. لحظة يا بابا لحظة سيد اي خيط موضوع ذي من تحس روحي بهيم بالواحدة ذي حاسس يوم خيط من التعليق خيط منه عملت بيه موضوع حاسس يوم هبود يوم يعني يا بابا انا ولدك محمد. اي اسمها عندك؟ عيني عورها لي العياري. انا ما لقيت فلوس. دي ما وانتي سبب. انا سبب؟ اي جاني عرضني في الليل جبد علي سيف. جبد علي سيف وقال لي انت ولد علي الحربي. قلت له اي انا ولد علي الحربي. قال لي بوك انسانه فلوس يتمدهم لي نحي لك عينك. هذا الكربو سيد هادي المدي. يا دي لحظة دي سيئة عيني مشيت ونحالي عيني ها. هيجي هاتي هاتي يدك هاتي يدك. هذا الكربو هادي المدي. يا ولدي خرج لي عيني سيئة. قال لي هات الفلوس. قلت له ما عنديش. قال لي مالا باش نحي لك عينك. هكا هو نحالي عيني مس هاتي يدك. خليني بعين واحدة. لا تجيل وديه وديه لمه. يا ودي لحظة سيدني لا تجيل وديك. يا ودي سبب عليش تتسلف من عند العبيد انت عليش تتسلف من عنده. بس هلنس من عنده انا بالله. بس هلنس من عنده. بس هلنس من عنده. ما تخليش من عنده انت يا ما تخليش من عنده. يا عيني مشيت زيزي من جرتك انت جيت هلنس لمه سيدني. اي اشنو بش اشنو بش ينفع العين مشيت شنو بش ينفع سيدك سيد الملكة باش نحيله عين انت يا اوه العزيمة. لحظة سيد علي لحظة تيقعد تيقعد سيد علي تيقعد تي تي الرجل طلع وين مشي الرجل سافر برا مشي لفرنسا هز عيني مشي بيعها في فرنسا بيعها بمية مليون وانا قعدت بعين واحدة ما عادش نرى مليح وما عادش نسمع مليح. سبليك يا ربي عليك. انت سبب. انا سبب عليك انا سبب. يا بابا خاطر هو قال لي بوك عطيته فلوس حتى انت ما عطيتوش هو تبلى عليك. وخلي ما كنت ما عنديش. اه هو حاب يتسلف من عندك فلوس. يا اخي رد ردك انت سلفت من عنده فلوس وجبد عليه السكينه ونحالي عيني. يا بابا العياري في فرنسا العياري في فرنسا ما عرفتش قاعد تصور فيه ولا حاب يقومك بك تهدي العياري في فرنسا راه تاع فرنسا اهرب قال لي باش ناخذ لك العين ونهرب يعني عيني مشات زيزي يا عيني صدريك يا ربي يا ربي لحظه طلع الحل شنو الحل الحل تعطيني عينك لازك عيني ولا قبل زعيم هذاك الحل يا غالي لا ما نسمش راسك العين هوك عندك زوز انت ايوا كان زوز واحدة ليك وواحدة ليا نخدم على روحي يا ما تخدم بعينك انت على زبي على عيني بيجي اذا كان كان بيجي يا ناري عليك يا ناري انا دراش نعمل باش نمشي لحقوق الانسان نشكي بيك ان انت نحيت لي عيني مش انتي مش انتي مش نشكي بيك انتي انا عندي بديك تذكبية انا عندي امك مش انتي مش نشكي بيك انتي نشكي بالعياري اخسر 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 مخ مقلوب خي خفت علي انتي خفت علي انتي اخسر اخسر نقول لك الحقيقة هو زين يحب ياخذ عين من عندي قلت له لحظة بركة ندخل التواليت ونمد لك عين مشيت جبت له عين دجاجة ميتة ومديتها له قلت له هاي عيني اخذيها يخسبها عيني وهو دجاجة ميتة
عطيته راس الدجاج وقلت له اوراسي برا خذ روح بيه. مشى يروح فرحان يجري هز عين دجاجه معاه. عديت عليه وزدت نحيت من عنده 100 مليون نتاعك انت. زدت نحيت له 100 مليون من نتاعك انت فلوسك انت نحيتهم له. يا ضحال يا ضحال سيد علي. اه ما هو حب ياخذ من عندي عين خاطر سالك فلوس ولا ايه؟ لا سريش. هو كلخ عليا. قلت له اعطيني 100 مليون نعطيهم لعلي الحربي. قال لي شد. خذيتهم قدمتوا فيهم وتلفت الموضوع. وهو في باله الفلوس ليك انت ماشي، وهما مش ماشيين ليك انت، ماشيين لينا. يعني قدمتك انت وقدمته هو. اكتب روحك خسر يما. بالله. اذكر كم؟ فكرة صعيبة بشي فما بابا، ما كانش فسرتي له كيفاش. اذكر كم؟ توا بيناتنا، كي قلت لك عيني تنحات خفت عليا. بالله. شو خبر هذا؟ حكاية أنا شكون أنا؟ وعمر خلفي. بصراحة أه. برجولية ما لقيتش واحد بنين كيفك وحنين وقلبه طيب وراجل كاسح. شكون الراجل؟ علي الحربي. وريني البونية برجولية. عندك غزرة متاع بندية. لمين؟ ليه عاد؟ لمين واليسار؟ صحيح. تو علي بيناتنا سي بابا علي. أنا ولدك محمد. آه. أنت كنت قبل بالرسمي بوكسير كاسح؟ ماذا؟ أبشر اختو. لا أمكسح أنت ولا ولد خالك مع محمد المطوسي؟ أمكسح بكسير محمد. أمكسح أنت ولا هو؟ لا هو أصلح مني وكان بسلمه بسلمة. وانت فاش ترانا؟ وانا بسلمة. مش خدي دوا بكسير أنت؟ أبونا مش روبير واحد بكسير في السارة ما تعرفه أكسع منها تفشيرها عارك شوية. نحكي من تجربتي الخاصة. تترانيش متنسنية واحد مترانيش حتى نهار تلقاه أكسع من واحد تراني متنسنية خطة مربوطة بالقليب وبواش مواضيع يفهموهم العبيد اللي تعاركوا في الشارع تلاتخوا فميش هو صغير ما تلاتخش في حياته كريت ريحه وعطيته. خسر خليك معايا. اسمعني يا سيدي علي، باش نحكي معاك توا في لغة الحوم، ركز معايا حاش بيك في موضوع. سيدي علي ركز معايا. أيوه. توا نحن نحكيو على عرك لحوم، عرك لحوم. ما فماش واحد ماكلش ريحة. صح ولا لا؟ الحمامة. أي إنسان كليت ريحة ضرب وتضرب، أي إنسان. أي. صح ولا لا؟ أي. أنت ضربت ولا لا؟ أي. ضربوك؟ لا. الحمد لله. لا 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 حقيقة توا تجاوبني بصراحة نحبك ما غير تكليخ. أي إنسان في الدنيا هذه بوك أي واحد يعارك ياكل تريحة ويعطيوها تريحة ما يقلقش. أه. أنت عطيت تريحة لعباد ولا وكلت عباد تريحة؟ أي نعم. وكلوك تريحة ولا قول الحقيقة. أكثر تريحة وأكثر خمس تريحة. أما هو أكثر اللي عطيته ولا اللي كليته؟ أنا عطيته أكثر. باه أيا خل نطلب عمي نسألوا على الحقيقة. نطلب عمي حمادي. كيف حمادي؟ حمادي خل نطلبوا نسألوا أطلبوا هاي أذكر كم؟ لحظة بابا أسكت خلنا نحكي بالتليفون. ألو عمي معايا لاباس عمي بالله يفسرك على موضوع بابا علي كان مضارب قبل امان انت كنت حامي عليه كان خويه فهو قال لي كان يحامي عليك وكنت من الدار ما تخرج اي هذا كنت هذا قال لي هو كان يحامي عليك وما يخليش عم تضربك شيخ خسر اسكت كم اي قل لي الحقيقه مالا قل لي يخسرني الزين عاد تخلي نحكي معاه لا تحكيش معايا يخسرني
بايش ابو حذاء دنا هونيجا هونيجيش هذا خلينا هناك ايش قاعد ذنبي حشتي بيك تعطيك فلوس خلينا على ذنبي من صربي اي جاي جاي اذكر كم ربي عينك اي اذكر كم ربي يجيب لك القسم اي اللهم امين ربي يفرحك اذكر كم ان شاء الله ان شاء الله يجيب لك بنت حليل تعرس بها لا لا سيدي بخلاف مرتزي معرس انت يا اه معرس انت مال الظل في الدار عندك صغار لا لا ما عندكش اولاد عندي ولاد كبار يقصد ليه يعني صغار يعني ولاد كبار ما شاء الله اي ماذا فميش بنت حليل نعرس بها تعرس انتي بغيت نشوف خدامك ها قلت لي عندي بنات نحب نعرس لا 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 ما عنديش بنات صغار امان والله ساعة سألت عليهم قالوا لي كبار ومتاع عرس علاش تكذب علاش تكلخ عليا خفاي ما كان زبي عاد ما تحبنيش نعرس العرس عندي فلوس يا طلعش عندي عندي 50 فرنك وتساحة دجاجة وصباط مقطع وفوطة شبيك تضحك يا نعاد يا نعاد عندي مقفول مشيت نخطب كان هاريك حكيت لك انا ولا ايه ماذا مشيت نخطب هزيت معايا العياري اي باش يخطب لي عاد دخل جماعة العروسه اي وبدا يحكي معاهم على الخطبه عاد سالوه قالوا شنو عندك انت شنو تخدم قال لهم بطال مترسم قالوا له باش عندك فلوس قال لهم عندي 20 فرنك عاد جاي يشوفوا فيه تلقاوه ماشي الخطبه لابس قبقاب وفوطة ولابس خيشة فوق راسه ايه ده حال ده حال عاسيرو ماكش مالا ما نجمش نعرس بنتك ما نجمش تعرس بنتي يا لسني خيرك بس هيك سمعوان بباس سمعينك يا اخوي هاني ولا هاني بحذيك هاني لا لا خزيك امشي شنو انا قص نحكي معايا انا هاني انا موجود انت اي العم اسمعك نعم بو زينك اي سحبت خبو انت سحبت خبو نحبك انت 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 نسيبي وانت نسيبك اي ان شاء الله على قريب نسيبي ان شاء الله لا 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 امان والله لا يمثل لا يمثل عليه خير مني انتي اه الحجره واعره راه ما تحقرش رجال وكان زبي عاد وسع بالك سيد علي وسع بالك سيد علي ما تحقرنيش راني راجل راني بفلوسي اي بفلوسي عندي برشا فلوس اي عندي نعجه وجربوها نعجه وجربوها اي ربي فيهم اي هذيك عاد ولا راسك نعطيك لك انت النعجه ونخلي عندي جربوها شنو رايك بس ايش راهولك لاباس سير العايك والعايك يا نصيبي ثم شكون قرماني يا نصيبي درا شكون قرماني يا نصيبي درا شكون تحت البنك يقرمع فيا من قبيله عندكم عبيثه تحت البنك اذكرك غريبة درا شكون قرماني من خلي نخدم على روحي عاد اي ابي اعطيني ساك خا نقصد ربي اي اعطيني ساك اي ما عنديش سوا ما نبيش تبيع يضحك نسيت لعبالك سارة تكلخ عليا تعملي نبيع ماكش تبيع في شيء تبيع في الريح اللي مراكب انت زين عينيك رد بالك اتونسيون عينيك اتونسيون عينيك احترم نفسك نسيك سير العوام يديك بارد يديك هاد ندفيهم لك اي سيبني خندفي لك يديك لا ما تخافيش خلط علي امان والله باي خندفي لك خدك ينزلني عاد ما تحبش البوز زادا ايه ما نحبش ها نسيك ها سير العوام لاباس
الكركر يحكي وحده ما فهمتش مع شكون يحكي. انا من قبلك يحكي وحده السيدة ذي او يسلم من بعيد على درشكون ما فهم حتى حد. الكركر ابرا مو يحكي مع جنون السيدة ذي بجنبي. الكركر يا اخي تحكي مع جنون انت. راني نخاف راني وزيزنا يميمتي زيك خل نهرب خل نهرب. ايا في الامان ثم جنون ثم جن ورايا دروين كان مريتوش زيزنا يميمتي باي باي.